أشوف. ما لاحظت ان عيوني صار نفس لون عيونك؟ ما انت حطيت اللينسز عشان اصير اشبهك. طلعت عارف ارسم. ممكن تعمليني ارنب هيك وتعملي لي شوارب كمان. اوكي. أنا جبت لك هدية. أشوف. تعالي أشوف. شوف. حلوة. شوف إيش كان. شبه بعض. شكرا. بس صرت احس حالي زي نفس القلم والبراي. بحس روح القلم والبراي المرض بتاكل بجسمي شوي شوي. خلصنا خلاص، ما بقى شيء. خلاص خلاص، كلها فترة وتعدي وترجع نفس قبل وأقوى بعد. كفي كذب. أنا مش خايف على إشي. خايف على ابني. بتحسي إذا شافني هيك رح يخاف. ما رح يخاف، يشوف أمه كذي شلون يخاف. خلاص عاد نفسي أشوف ابني كذي. ما رح تشوفه. ما كذي ما راح تشوفه. بتغطي المريء. ما بدك اياني اشوف حالي ها؟ ولا انت ما بدك تشوفي شكلي؟ 100 مرة حكيت لك. هلا هي حقيقة. ليش بس ما بنقدرش نهرب منها؟ لا، واقع واقع وقاعد يصير، بيخلص وبيصير ماضي. نبي نتذكره ما نبي نتذكره ما أدري، بس أدري إنه مهم الحين. مهم لأن أنا من عرفت شلون أحب، عرفت شنو يعني تضحية، معنى على سخافة المبدأ. ما أشوف إن الموضوع تضحية، بس إيه أنا غطيت المنظر، بس مو علشانك، علشاني، لأني أحبك، ولأن عشان أكون أنا موجودة لازم تكون أنت موجود ومستانس ومرتاح. غطيتها عشاني لأن ما أقدر أشوفك بلحظة طالع نفسك و وتضايق واعرف اني مريض سرطان.
متى راح تستوعبي؟ ليش؟ ليش شنو ما أسوي معك يطلع غلط؟ إيش؟ ليش شنو ما أسوي معك يطلع غلط؟ لأنه غلط. ليش غلط؟ لأنه مش راضي تشوف اللي بدك إياه. أنا؟ آه. حين أنا. ألا؟ ألا؟ رح أروح.